السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فوزي عبد العزيز مدرس رياضيات. يا شباب، تاني إعدادي إن شاء الله هنحل تمارين 4-3 على نظريات المثلث المتساوي الساقين. يلا بينا يا شباب، خدوا بالكم يا شباب، أنا هنقل كل مسألة في ورقة علشان يكون الخط واضح، وكمان هكتب المسألة بالألوان، هيكون منظر المسألة حلو يا شباب وكده نفهم بسهولة. يلا بينا. السؤال الأول أكمل، جايب 3 أشكال يا شباب. الشكل الأول بيقول لك عايز ألف جيم بيساوي ناقص سنتيمتر، عايز طول ألف جيم الحتة دي يا شباب. لازم نشوف الشكل كويس عبارة عن ايه. هلاقي المثلث ألف ب جيم كام الزاوية في جي، وكده زاوية ب 30 درجة، وألف ب طوله 6 سنتيمتر. واحنا عارفين يا شباب في المثلث الثلاثين الستيني اللي هو قائم زاوية وزاوية فيه 30 درجة، على طول طول الضلع المقابل لزاوية 30 بيساوي نص الوطا. الضلع المقابل لزاوية 30 ألف جي، الوتر ألف ب، يبقى ألف جيم هتساوي نص ألف ب. طب ألف ب ب6 سنتيمتر، يبقى ألف جيم كام؟ 3 سنتيمتر. جبت ألف جيم في ثواني يا شباب. الشكل التاني عايز سين عين بيساوي ناقص سنتيمتر، عايز سين عين دي يا شباب. لازم ندرس الشكل كويس. المثلث سين صاد عين قائم زاوية في صاد، وكده زاوية عين 60 درجة، وطول صاد عين 5 سنتيمتر. طبعا يا شباب احنا عارفين مجموع قياسات زوايا المثلث كلها 180 درجة، دي 90 ودي 60، يبقى مجموعهم 150، يتبقى كم من 180؟ 30 درجة، يبقى زاوية سين 30 درجة. هلاقي المثلث قائم الزاوية وزاوية فيه 30 درجة، يبقى طول الضلع المقابل لزاوية 30 هيساوي نص الوطا، يبقى صاد عين هيساوي نص سين عين. طب ممكن أقولها بطريقة تانية، سين عين هتساوي 2 صاد عين، يعني سين عين قد صاد عين مرتين. تاني يا شباب، صاد عين بتساوي نص سين عين، يبقى سين عين قد صاد عين مرتين. صاد عين 5، يبقى سين عين كام؟ أضرب 5 مس في 2 ب10 سنتيمتر، كده عرفت سين عين ب10 سنتيمتر. الشكل التالت عايز د ه بيساوي ناقص سنتيمتر، د ه اللي هي الحتة دي، عايز قياس زاوية ه بيساوي ناقص درجة، زاوية ه عايز الزاوية دي قياسها كام؟ ه واو بتساوي ناقص سنتيمتر، عايز طول ه واو الحتة دي كلها، عايز قياس زاوية م د واو بتساوي ناقص درجة، د م واو. م د واو يا شباب، م د واو الزاوية دي، يبقى عايز طول دي، وعايز قياس دي، وعايز طول دي كله، وعايز قياس دي. لازم ندرس الشكل كويس. هلاقي المثلث د ه واو متساوي الساقين، لأن د ه بيساوي د واو، ومرسوم من د واو من د عمود على ه واو، يعني د م عمود على ه واو، وطول ه م 5 سنتيمتر، وقياس الزاوية ديت اللي هي ه د م 30 درجة. هنمشي واحدة واحدة يا شباب. هو عايز د ه، د ه الحتة دي، هنشتغل في المثلث من ناحية اليمين، د ه م، هلاقيه قايم زاوية في زاوية 30 درجة، يبقى طول الضلع المقابل لزاوية 30 اللي هو ه م هتساوي نص الوتر، يعني نص د ه. الضلع المقابل لزاوية 30 ه م، والوتر د ه، يبقى ه م هتساوي نص د ه. طب ممكن أقولها بطريقة تانية، د ه قد ه م مرتين، طب دي 5، يبقى د ه كام؟ اضرب 5 ب2 ب10 سنتيمتر، يبقى دي 10. تاني يا شباب، ه م هتساوي نص د ه، هقولها بطريقة تانية، د ه قد ه م مرتين. طيب عايز قياس زاوية ه، الزاوية دي، شايفين المثلث من ناحية اليمين؟ الزاوية دي قايمة والزاوية دي 30، عايز الزاوية التالتة. اجمع الزاوية دي زائد ده الزاوية دي واطرحهم من 180، 90 و30 120، اطرحهم من 180 هيتبقى 60 درجة، يبقى الزاوية دي كاسة 60 درجة يا شباب. عايز ه واو، ه واو دي كلها، ده موجود ه مين بس،
عارفين من نتائج المثلث المساوي الساقين، إذا رجعت مثلث مساوي الساقين ومرسوم من الرأس عمود على القاعدة على طول ينصف القاعدة. يبقى إذا رجعت مثلث مساوي الساقين ومرسوم من الرأس عمود على القاعدة على طول ينصف القاعدة، يعني الحتة دي قد الحتة دي، طب دي 5 سنتيمتر يبقى اكتب دي برضو 5 سنتيمتر. هو عايز سي واو كلها، يعني اجمع الحتة دي زائد الحتة دي، 5 زائد 5 10 سنتيمتر. هي واو الحتة دي كلها، اجمع الحتة دي زائد الحتة دي، الحتة دي 5 والحتة دي 5، 5 زائد 5 10. عايز كده زاوية ميم دال هو ميم دال واو اللي هي الزاوية دي يا شباب، برضو خدنا من نتائج المثلث المتساوي الساقين، إذا لقيت مثلث متساوي الساقين ومرسوم من الرأس عمود على القاعدة بينصف زاوية الرأس. مثلث د ه هو متساوي ساقين د ه بتساوي د و، رسمته من الرأس عمود على القاعدة يبقى ينصف زاوية الرأس، يعني الزاوية دي قد الزاوية دي. طب الزاوية دي 30 يبقى دي برضو 30 درجة، يبقى خد زاوية م د و كام يا شباب؟ 30 درجة. اكتب النقط 30. ماشي يا شباب. السؤال التاني فيها الشكل المقابل، الشكل ده يا شباب ا ب بتساوي ا ج، الخط ده اهو قد الخط ده في الطول، قياس زاوية ب ا ج بتساوي 48 درجة، الزاوية دي عليها 48 درجة، ج د شعاع ينصف زاوية ب ج أ، ج د ده اهو بينصف زاوية ب ج أ، بينصف الزاوية دي كلها، دي قد دي، وقطع ألف ب قطعة مستقيمة في د، قطعها في د، قطع ألف ب في النقطة د دي، يبقى الخط ده بينصف الزاوية دي كلها، الحتة دي قد الحتة دي، وقطع الخط ده في النقطة دي. أوجد كيس زاوية ب، عايز كيس زاوية ب دي، وكيس زاوية ب ج د، ب ج د عايز الزاوية، كيس الزاوية اللي تحت دي. هنمشي واحدة واحدة يا شباب، ممكن واحد يحلها في ثانية، بس هلاقي نفسي واخد نص الدرجة آخر السنة، تعرفوا ليه؟ عشان مكتبش البرهان صح، أنا عايز البرهان يا شباب، هستغل المعطيات. عشان اكتب البرهان صح هستغل المعطيات. هو مدينا ا ب بتساوي ا ج، دي قد دي اكتبها بما ان ا ب بتساوي ا ج، واحنا عارفين لو مثلث متساوي الساقين يبقى زاويتين القاعدة بيساوي بعض. ألف ب ايه الزاوية المقابلة ليه؟ زاوية ج ده كلها، ألف ج ايه الزاوية المقابلة ليه؟ زاوية ب ده كلها، يبقى قياس الزاوية دي بتساوي قياس الزاوية دي. هقول قياس زاوية ب لوحدها، لكن دي هقول قياس زاوية ألف ج ب، ليه؟ لأنها مقسومة زاويتين. أقوم قايل إذا قياس زاوية دهيت اللي هي ب بتساوي قياس زاوية ده هي اللي هي ألف جيم ب، قلتها كده ليه؟ عشان مقسومة زاويتين ألف جيم ب. طب هلاحظ حاجة، بتساوي زاوية الرأس موجودة، إذا لقيت زاوية الرأس في المثلث المستوي الساقين موجودة، إزاي تجيب قياس كل زاوية قاعدة؟ اطرح الرأس من 180 واقسمها على 2، يبقى اكتب 180 درجة ناقص الرأس اللي هي 48 درجة واقسمهم على 2. يبقى إذا لقيت مثلث متساوي الساقين وزاوية الرأس موجودة يبقى زاويتين القاعدة بيساوي بعض، أجيب كل واحدة زي، اطرح الرأس من 180 واقسم على 2، يبقى 180 درجة ناقص 48 درجة على 2 بتساوي، ما تتعبش نفسك واهدأ بالله للحاسب، 180 ناقص 48 بتساوي، جبت الناتج اقسم على 2 طلعت ب66 درجة، يبقى الزاوية دي 66 درجة والزاوية دي برضو 66 درجة. كده عرفت كده الزاوية ب 66 درجة، اكتب قصتها أولا، المطلوب الأول. طب عايز كده الزاوية ب ج د، هنستغل المعطى التاني ده يا شباب، ج د ينصف زاوية ب ج أ، اكتبه من ده هو بينصف زاوية ب ج أ الزاوية دي كلها، اكتبها من بما ان ج د شعاع ينصف زاوية ب ج أ ده كلها،
إذن بينصف الزاوية يبقى هيقسمهم الزاويتين بيساوي بعض، الزاوية اللي تحت دي بتساوي الزاوية اللي فوق، اللي تحت اللي هي ب ج د، اللي فوق اللي هي ألف ج د. هقوم قايل إذن قياس زاوية ب ج د بتساوي قياس زاوية ألف ج د بتساوي. طب الزاوية كلها موجودة، أجيب كل نص منهم ازاي؟ اقسم الزاوية اللي موجود الزاوية كلها على اتنين، يبقى 66 درجة على اتنين، 66 على 2 فيها 33 درجة. يبقى الزاوية اللي تحت دي يا شباب 33 درجة، والزاوية اللي فوق ده برضه يا شباب 33 درجة. الزاوية كلها 66، أجيب كل نص منهم ازاي؟ اقسم 66 على 2، ده المطلوب ثانيا يا شباب. يبقى يا شباب ممكن تحل المسألة وتلاقي نفسك واخد نص الدرجة، ليه؟ عشان مكتبتش البرهان بالخطوات زي كده يا شباب. خطوات سهلة يا شباب، استغلت المعطيات وجبت الاستنتاج بتاع كل واحدة على طول. السؤال التالي فيها الشكل المقابل، الشكل ده يا شباب ألف ب ج مثلث، فيه المثلث ألف ب ج ايه اللي فيه؟ ألف ج بتساوي ب ج، ألف ج قد ب ج كل واحد عليها شرطين، ألف د شعاع يوازي ب ج قطعة مستقيمة، الخط ده بيوازي الخط ده كل واحد عليه سهم. أوجد قياسات زوايا المثلث ألف ب ج، عايز قياسات زوايا المثلث ألف ب ج، يعني عايز الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي. يا مستر انت عملت هنا قوسين وهنا كل واحد قوس، ليه؟ هنعرف ليه دلوقتي. يبقى عايز الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي. ممكن واحد يحلها على طول، يا مستر دي 30 يبقى دي 30 بالتبادل، ده متساوي الساقين والرأس موجود، اطرح الرأس 180 اقسم على 2 يبقى 180 ناقص 30 على 2، 180 ناقص 30 فيها 150 على 2 75، يبقى دي 75 ودي 75، برافو عليك. بس هتاخد نص الدرجة بس، تعرف ليه؟ عشان مكتبتش البرهان. هو مش عايز الناتج يا شباب، عايز البرهان بالخطوات. هستغل المعطيات، أول حاجة استغلها إن ده بيوازي ده، اكتب أ د شعاع يوازي ب ج قطعة مستقيمة، بما إن أ د شعاع يوازي ب ج قطعة مستقيمة، إذن يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل، دي 30 يبقى دي 30. أقوم قال إذن قياس زاوية دهية اللي هي ج هتساوي قياس زاوية ده هي، ما ينفعش اقول الف، اقول ده الالف جيم لان مقسومة الزوايا، ده الالف جيم. طب دي 30 يبقى دي برضو كام؟ 30 درجة. اكتب بتساوي 30 درجة، بس لازم توضح بالتبادل، اوعك تقول علشان على شكل حرف الزد، احنا بنقول بان بعضنا كده على شكل حرف الزد. يبقى عرفت اقول زاوية. طيب يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل، دي 30 يبقى دي 30. طب تعال نشتغل في المثلث ألف ب ج، اكتب فيها المثلث ألف ب ج، الضلع ده بيساوي الضلع ده في المعطيات، اكتبه بما ان ألف ج بتساوي ب ج، إذن طبعا الضلعين بيساوي بعض في المثلث، يبقى زاويتين القاعدة بيساوي بعض. ألف ج اللي بيقابل ايه؟ زاوية ب ده، و ب ج المقابل لها زاوية ده، بس ما تقولش ألف، أقول إيه؟ ب ألف ج. أقوم قال إذن قياس زاوية القاعدة ديت اللي هي ب بتساوي قياس زاوية القاعدة التانية دي اللي هي ب ألف ج بتساوي. يا شباب ألف ج المقابل لديت ب ج المقابل دي، يبقى قياس دي بتساوي قياس دي، قياس دي قلت قياس زاوية ب، قياس دي قلت قياس زاوية ب ألف ج. طب الرأس موجودة والمثلث متساوي الساقين، أجيب قياس كل قاعدة ازاي؟ اطرح الرأس من 180 اقسم على 2، يبقى 180 ناقص 30 على 2، 180 درجة ناقص 30 درجة على 2 بتساوي 130 ناقص 30، 180 ناقص 30 150 على 2 75 درجة، يبقى دي 75 درجة ودي 75 درجة.
وكده انت جبت قياسات زوايا المثلث الثلاثي. تمام يا شباب، خطوتين بس كده تاخد على طول الدرجة النهائية. السؤال الرابع فيها الشكل المقابل. الشكل ده يا شباب عين تنتمي لام صاد قطعة مستقيمة، عين موجودة بين لام وصاد وعلى القطعة المستقيمة، سين عين بتساوي صاد عين، سين عين بتساوي صاد عين، كل واحدة على شرط. لام ميم شعاع يوازي سين صاد قطعة مستقيمة، لام ميم شعاع الخط ده بيوازي سين صاد الخط ده. ماشي يا شباب، أوجد قياس زاوية ميم لام صاد. عايز قياس زاوية ميم لام صاد، عايز الزاوية دي. هستغل المعطيات، كل معطى ده لاستخدام يا شباب. طب هنعمل ايه؟ تعالوا الأول، هو مدينا عين تنتمي لام صاد. اكتبها بما أن عين تنتمي لام صاد قطعة مستقيمة. إذن ايه اللي استنتجوا منها؟ الزاوية دي هتكون زاوية مستقيمة يا شباب، نقطة على المستقيم هتعمل زاوية مستقيمة، يبقى دي الزاوية دي 180 درجة. دي 130 يبقى دي كام؟ اطرح 180، اطرح 180 ناقص 130. هقوم قال اذا قياس زاوية ده يا شباب اللي هي س ع ص هتساوي 180 درجة ناقص 130 درجة هتساوي 50 درجة. يبقى الزاوية دي 50 درجة يا شباب. عايز اتأكد اجمع دي ودي هتلاقيهم 180، 130 زائد 50 180، لأن الزاوية دي مستقيمة. طيب هستغل المعطى التاني، س ع بيساوي ص ع، اكتبها معانا بس يا ريت اكتب في المثلث س ص ع، لازم توضح في المثلث س ص ع. مدينا س ع بيساوي ص ع، اكتبها معانا بما ان س ع بتساوي ص ع، ده العين في المثلث بيساوي بعض، يبقى زوايا القاعدة بيساوي بعض. س ع الزاوية المقابلة لدي، ص ع الزاوية المقابلة لدي، يبقى اذا قياس زاوية س بيساوي قياس زاوية ص. اذا قياس زاوية س بتساوي قياس زاوية ص. طب الرسم موجودة وعايز قياس كل قاعدة منهم، اطرح الرسم 180 اقسم على 2، يبقى 180 ناقص 50 على 2، اكتب بتساوي 180 درجة ناقص الراس اللي هي 50 درجة على 2، بتساوي 180 ناقص 50 130 على 2 فيها 65 درجة. يبقى الزاوية دي 65 درجة والزاوية دي 65 درجة. انا ماشي خطوة خطوة يا شباب. تعالوا نستغل التوازي، يبقى كل معطى الاستخدام. بما ان لام ميم شعاع يوازي س ص قطعة مستقيمة، لام ميم شعاع يوازي س ص قطعة مستقيمة، إذن هتلاقي الزاوية ديت والزاوية ديت على شكل حرف ال ان، ان مقلوبة مش مشكلة، يبقى بيساوي بعض بالتبادل. هقوم قال إذن قياس زاوية ديت اللي هي ميم لام ص، ميم لام ص بتساوي قياس زاوية ديت اللي ايه ص بتساوي، طب دي 65 يبقى دي 65 درجة زيها، اكتب 65 درجة بس لازم توضح على شكل حرف الزد او الان، يبقى بيساوي بعض بالتبادل. ماشي يا شباب، ما تقولش على شكل حرف الزد او على شكل حرف الزد الان، تقول على بيساوي بعض بالايه بالتبادل. السؤال الخامس فيه الشكل المقابل. الشكل ده يا شباب ا ب بيساوي ا ج، ا ب بيساوي ا ج، يبقى ده حط عليه شرطين وده حط عليه شرطين على اساس انهم بيساوي بعض. قياس زاوية ب 2 س موجب 13 درجة، ده مكتوب عليه. قياس زاوية ج بتساوي 3 س سالب 17 درجة، ج ده مكتوب عليه. أوجد قياسات زاوية المثلث سالب ج. نعمل إيه يا شباب؟ خدوا بالكم واحدة واحدة عشان دي عايزة ترتيب. ده العين بيساوي بعض في المثلث، يبقى القاعدتين بيساوي بعض، يبقى دي هتساوي دي. بس اكتب الاول اليمين اللي معامل سين كبير، يبقى اكتب 3 سين سالب 17 هتساوي 2 سين موجب 13. يا ريت اكتب اللي معامل سين الكبير ناحية اليمين واللي معامل سين الصغير ناحية الشمال.
على فكرة كده صح وكده صح، بس انا بقول لكم الاحسن. يبقى 3 س سالب 17 هتساوي 2 س موجب 13. احل المعادلة، اخلي السينات في اليمين والاعداد في الشمال. بعد ما اجيب س اعوض هنا، هتجيب قياس ب من غير ما تعوض هنا. قياس ب هو نفس قياس ج لانه بيساوي بعض. عايزين نتأكد، هعوض هنا برضه. عرفت الزاوية دي والزاوية دي بسهولة، اجيب الزاوية التالتة. اجمع الزاويتين القاعدة واطرحهم من 180. يبقى يا شباب احنا عايزين نمشي خطوة خطوة في البرهان. هو مدينا ألف ب بتساوي ألف ج، اكتب بما ان ألف ب بتساوي ألف ج. اذا زاويتين القاعدة بتساوي بعض، ألف ب المقابل لدي، ألف ج المقابل لدي. يبقى هون قال اذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. اذا عوض ب هحط 2 س موجب 13، ج هتحط 3 س سالب 17. يبقى 2 س موجب 13 هتساوي 3 س سالب 17. بس انا عشان ما تلخبطش خلي دي في الاول. يبقى 3 س سالب 17 هتساوي 2 س موجب 13. اذا كان احمد بيساوي زد احمد، يبقى زد احمد برضه بيساوي احمد. هكتب دي الأول يا شباب، 3 س سالب 17 بتساوي، أكتب دي التانية يا شباب، 2 س موجب 13. إذا أنا عايز أخلي السينات في اليمين والأعداد في الشمال. 3 س زي ما هي و13 زي ما هي. 2 س هتروح هنا سالب 2 س بعكس الإشارة، سالب 17 هتروح هنا موجب 17 بعكس الإشارة. يبقى 3 س ناقص 2 س هتساوي 13 زائد 17. 3 س دي راحت بعكس الإشارة، ناقص 2 س بتساوي 13 زي ما هي، دي راحت بعكس الإشارة زائد 17. 3 س زي ما هي، 2 س راحت هنا سالب 2 س، 13 زي ما هي سالب 17 راحت هنا موجب 17. يا رب تكونوا فاهمين. إذا اختصر، 3 س ناقص 2 س بس، 3 ناقص 2 1، 1 س اللي هي س بتساوي 13 زائد 17، اجمعهم هتطلع كام؟ 30. يبقى س طلعت ب 30. هو مش عايز س، ده عايز كارس كل زاوية. عوض في زاوية ب، إذا قياس زاوية ب بتساوي، اكتبها تاني، 2 س موجب 13، 2 س موجب 13. خدوا بالكم، 2 مضروبة في س ومجموع معاها 13، شيل س وحط 30. يبقى بتساوي 2 في 30 زائد 13، 2 في 30 زائد 13. حتى على طول بالآلة الحاسبة، 2 في 30 ب60 زائد 13 73 درجة. 2 في 30 ب60 اجمع معاهم 13 73 درجة. من غير ما تعوض هي نفسها قياس زاوية ب 73 درجة. يبقى الزاوية دي كام يا شباب؟ 73 درجة. من غير ما تعوض الزاوية دي برضو 73 درجة. طب انا عايز اعوض يا مستر، ماشي. فصل، اكتب قياس زاوية ش المقدار بتاعها تاني، 3 س سالب 17، 3 س سالب 17. خدوا بالكم، 3 مضروبة في س تساوي، شيل س وحط 30. يبقى 3 في 30 ناقص 17، 3 في 30 ناقص 17 بتساوي، حتى بالآلة الحاسبة، 3 في 30 ب90، شيل منهم 17 هتطلع 73 درجة زي ما انا قلت يا شباب. طب انا عايز الزاوية التالتة في المثلث، اعمل ايه؟ اجمع الزاويتين التانيين في المثلث واطرحهم من 180. اقوم قال اذا قياس زاوية ا اللي هي الزاوية التالتة هتساوي 180 درجة ناقص، افتح قوس واجمع زاويتي القاعدة، 73 زائد 73، 73 درجة زائد 73 درجة بتساوي، ما تتعبش نفسك حتى بالله الحاج. يبقى قوم جايل 180 ناقص، افتح قوس، 73 زائد 73، اقفل قوس بتساوي، طلعت يا شباب كام؟ 34 درجة. كده على طول تاخد الدرجة النهائية. دي طويلة شوية يا شباب وعايزة تركيز. السؤال السادس فيها الشكل المقابل. الشكل ده يا شباب، ألف ب ج مثلث، فيه المثلث ألف ب ج، ايه اللي فيه؟ ألف ب بتساوي ألف ج،
أ ب جد أ ج، د تنتمي ل ب ج، د موجودة بين ب و ج وعلى القطع المستقيم، ه تنتمي ل ب ج برضه، ه موجودة بين ب و ج وعلى القطع المستقيم، بس بحيث ب د بتساوي ج، حتة دي قد الحتة دي، كل واحدة على شرطتين. اثبت أن رقم واحد، عايز يثبت أن المثلث أ د ه متساوي مستقيم، عايز يثبت المثلث أ د ه اللي جوه ده في النص ده متساوي مستقيم. رقم اتنين، عايز يثبت ان زاوية أ د ه تنطبق على زاوية أ ه د، زاوية أ د ه د يا شباب، عايز يثبت انها تنطبق على أ ه د، الزاوية دي يا شباب، عايز يثبت دي تنطبق على دي، يعني بيساوي بعض، الزاويتين ينطبقوا على بعض، يعني الزاويتين قد بعض في القياس. حاجات دي عارفينها من الإعدادي والابتدائي كمان. طيب هنعمل ايه؟ خدوا بالكم دي طويلة. عشان اثبت ان المثلث اللي في النص ده متساوي مستقيم، هطبق المثلث اليمين والمثلث الشمال. بس قبل ما تطبقهم لازم يكون يتحقق شروط، هلاقي فيه ضلعين وزاوية محصورة بينهم. طب ده بيساوي ده ودي بتساوي دي، طب دي هتساوي دي ازاي؟ هستغل ان المثلث متساوي مستقيم، يبقى لازم الاول استغل ان المثلث متساوي مستقيم. اقوم جاي في المثلث الكبير خالص ا ب ج، لازم توضح دي، بما ان قال لنا ا ب بتساوي ا ج في المعطى، اكتب مؤن، بما ان ا ب بتساوي ا ج، اذا على طول قياس دي هتساوي قياس دي، قياس زاوية ب هتساوي قياس زاوية ج، إذا قياس زاوية ب هتساوي قياس زاوية ج، ماشي؟ طيب بعد كده أعمل إيه؟ هطبق المثلثين، بس لازم تقول ترتيب الرؤوس، أ لو انطبق هينطبق على أ، ب لو انطبق هينطبق على ج، د لو انطبق هينطبق على إيه؟ يبقى أقول أ ب د و أ ج ه. أقوم جاي بما أن المثلثين أ ب د و أ ج ه، أ ب د و أ ج ه فيهما، هكتب الثلاث شروط جوا قوس كبير، ما تنسوش الخطوات دي، المفروض عارفين دي من الابتداء من أولى إعدادي. أول شرط، أ ب بتساوي أ ج، أ ب بتساوي أ ج، يبقى أول شرط الضلع ده بيساوي الضلع ده. تاني شرط، ب د بتساوي ج ه، ب د بتساوي ج ه. تاني شرط الضلع ده بيساوي الضلع ده. تالت شرط الزاوية دي بتساوي دي، قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج، قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. علشان نوضح دولت عن طريق ينطبق عن طريق ضلعان وزاوية محصورة بينهم، ضلعان وزاوية محصورة بينهم، مش لازم تكتبها آخر السنة، أنا بوضح بس. ده بتساوي ده وده بتساوي ده، والزاوية اللي بينهم هنا بتساوي الزاوية اللي بينهم هنا، يبقى ضلعان وزاوية محصورة بينهم. أقوم قال على طول، إذن المثلث ده ينطبق على ده، أ ب د ينطبق على أ ج ه، إذن المثلث أ ب د ينطبق على المثلث أ ج ه، ماشي يا شباب؟ طب ينتج من التطابق إيه؟ الضلع ده هيساوي الضلع ده. مش انا قلت ده بتساوي ده وده بتساوي ده، يبقى الضلع التالت ده هتساوي الضلع التالت، يبقى اذا الضلع ده اللي هو ايه ا د هتساوي الضلع ده اللي هو ايه ا ه، اذا ا د بتساوي ا. اقوم قال اذا المثلث ده في ضلعين بيساوي بعض، يبقى المثلث نوعه متساوي مستقيم، اذا المثلث أ د ه اللي في النص ده متساوي مستقيم، أ د ه ماله يا شباب؟ متساوي مستقيم، دي المطلوب أولا. المطلوب الثانيا، دي ثواني، مثلث متساوي مستقيم يبقى زاويتين القاعدة بيساوي بعض، أ ه الزاوية المقابلة لدي، أ ه الزاوية المقابلة لدي، يبقى الزاوية ديت هتساوي الزاوية دي. بيساوي بعض يعني ينطبق، انا مش هكتب يساوي، انا هكتب زي ما هو جاي، يبقى زاوية أ د ه، أ د ه دي تنطبق على زاوية أ ه د، أ ه د دي، انا مش هكتب تساوي، انا هكتب زي ما هو مديهالك في المطلوب. أقوم قايل إذا زاوية دهية اللي هي أ د ه،
تنطبق على زوج دهيت اللي هي ايه ألف ه د ألف ه د. ده المطلوب ثانيا يا شباب، طولة شوية يا شباب معلش. السؤال السابع في الشكل المقابل، الشكل ده يا شباب أمال الشكل عامل كده ليه يا مستر؟ ملخبط كده ليه؟ خدوا بالكم رغم إن الشكل ملخبط بس والله سهل خالص. أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، يعني أضلاع التلاتة بيساوي بعض كل واحد عليه شرط. واو تنتمي لأ ج شعاع، واو على امتداد أ ج، د تنتمي لج ب شعاع، د على امتداد ج ب. اثبت أن المثلث د ج واو متساوي الساقين. عايز يثبت المثلث اللي تحت ده د ج واو متساوي الساقين. هنمشي واحدة واحدة يا شباب هتلاقوها سهلة خالص، بس هنستغل المعطيات أو المعطى المثلث أ ب ج متساوي الأضلاع. اكتب بما أن المثلث أ ب ج متساوي الأضلاع. إذا قياس كل زاوية في ستين، دي ستين درجة ودي ستين درجة ودي ستين درجة. انا هختار اللي انا محتاجه بس، انا محتاج الزاوية دي بس. اقوم قال اذا قياس زاوية أ ج ب ستين درجة، اذا قياس زاوية أ ج ب بتساوي ستين درجة. ماشي يا شباب، مثلث مستوى الأضلاع يبقى كل زاوية ستين. أنا هاخد اللي أنا محتاجه بس، الزاوية دي ستين درجة، أ ج ب ستين درجة. ماشي، طب الزاوية دي خارجة عن المثلث اللي تحت، يبقى زاوية أ ج ب خارجة عن المثلث إيه؟ د ج و. بما أن زاوية أ ج ب خارجة عن المثلث اللي تحت اللي هو ايه د ج و، اللي نستنتج احنا عارفين قياس الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين عدا المجاور. دي خارجة المجاور لا مالكش دعوة بيه، اجمع الداخلتين عدا المجاور، يبقى دي زائد دي هتساوي دي، يبقى ديت زائد ديت هتساوي دي. قياس الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين عدا المجاورة، مالكش دعوة بالمجاورة. طب يا مستر ده موجود الخارجة وموجود واحدة داخلها، عايز الداخلة التانية أعمل إيه؟ اطرحهم من بعض. أقوم قايل إذا قياس زاوية د هتساوي اطرح الخارجة ناقص الداخلة التانية، يبقى ستين درجة ناقص تلاتين درجة. هتساوي ستين ناقص تلاتين كام؟ تلاتين درجة. اكتب عليها تلاتين درجة. هلاحظ ايه دلوقتي؟ ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. اقوم جاي في المثلث اللي تحت د ج و، اذا دي تلاتين ودي تلاتين يبقى بيساوي بعض، اذا قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية و. الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، يبقى على طول الضلعين المقابلين لهم في المثلث اللي تحت بيساوي بعض. الزاوية دي المقابل ليه؟ ج و. الزاوية دي المقابل ليه؟ ج د، يبقى ج و هتساوي ج د. طب يا مستر الورقة خلصت، ايه الحل؟ هجيب ورقة تانية. يبقى يا شباب وصلت ليه؟ المثلث اللي تحت زاويتين بيساوي بعض، يبقى الضلعين المقابلين لهم بيساوي بعض. الزاوية دي الضلع المقابل لها ج و، الزاوية دي الضلع المقابل لها ج د. أقوم قايل إذا الضلع ده هو اللي هو ج د هتساوي الضلع ده هو اللي هو ج و. طب المثلث اللي تحت فيه ضلعين بيساوي بعض، يبقى نوعه إيه يا شباب؟ على طول متساوي الساقين. أقوم قايل إذا المثلث اللي تحت ده اللي هو ده الجيم و نوع يا شباب متساوي الساقين. ليه؟ لان اللي لقيت في الضلعين بيساوي بعض. ماشي يا شباب.
السؤال التام في الشكل المقابل. الشكل ده يا شباب ب د شعاع ونصف زاوية أ ب ج، ب د الخط ده بنصف زاوية أ ب ج، فعلا دي جد دي، بدل في نقطتين يبقى بـ7، ويقطع أ ج قطعة مستقيمة في د، قطع أ ج في نقطة د دي، يبقى ب د د بنصف زاوية أ ب ج، الزاوية دي كلها يعني دي جد دي، وقطع أ ج في د. بس قالك د ه قطعة مستقيمة توازي ب ج قطعة مستقيمة، الخط ده بيوازي الخط ده، كل واحد عليه سهم، حيث ه تنتمي لأ ب قطعة مستقيمة، ه موجود على أ ب، موجودة والله يا شباب. اثبت أن المثلث ه ب د متساوي الساقين، عايز يثبت المثلث ه ب د ده يا شباب متساوي الساقين. عشان اثبت أن المثلث متساوي الساقين هثبت أن الضلعين بيساوي بعض، أو ممكن اثبت أن الزاويتين بيساوي بعض يبقى الضلعين المقابلين لهم بيساوي بعض. هنا هثبت ان الزاويتين بيساوي بعض يبقى الضلعين المقابلين لهم بيساوي بعض. بس انا عايز اقول لكم حته صغيره يا شباب، اذا لقيت معادلتين ليهم نفس الطرف الايسر يبقى الطرف الايمن بيساوي بعض. تاني يا شباب، معادلتين ليهم نفس الطرف الايسر يبقى الطرف الايمن بيساوي بعض، او ممكن اقولها بطريقه تانية، زاويه اولى بتساوي زاويه تانية، والزاويه التانية بتساوي زاويه تالتة، يبقى علاقه الاولى بالتالتة بيساوي بعض. ماشي يا شباب، تعالوا واحدة واحدة. أنا قلت لكم هستغل المعطيات، قال لنا ب د ونصف زاوية أ ب ج، اكتبها بما أن ب د شعاع ينصف زاوية أ ب ج، إذا يبقى الزاوية دي بتساوي زاوية دي، الزاوية دي اللي هي ه ب اللي هي زاوية أ ب د ده، والزاوية دي اللي هي ج ب د. إذا قياس زاوية دهية اللي هي أ ب د بتساوي قياس زاوية دهية اللي هي ج ب د، أعمل دي رقم واحد. طيب هستغل التوازي، قال لنا ده هي بيوازي ب ج، اكتبها بما أن ده هي قطعة مستقيمة يوازي ب ج قطعة مستقيمة، ده بيوازي دي، خدوا بالكم شايفين دي عاملة ازاي، زد ده يبقى دي هتساوي دي، ده هي هتساوي دي، احط عليها نقطة زيها، يبقى اذا قياس زاوية ده هي هتساوي قياس الزاوية دي بالايه بالتبادل، تبديل هي ايه ايه د ب، اقوم قايل اذا قياس زاوية ايه د ب بتساوي د اللي ايه ج ب د، اقول قياس زاوية ج ب د، اعمل ده رقم اتنين، من واحد واتنين المعادلة واحد والمعادلة اتنين، هتلاقي الطرف الأيسر هنا هو نفس الطرف الأيسر هنا، يبقى الطرف الأيمن هتساوي الطرف الأيمن، المعادلتين لقيت الطرف الأيسر هنا زي الطرف الأيسر هنا يبقى الطرف الأيمن المعادلة الأولى بتساوي الطرف الأيمن المعادلة التانية، إذا الطرف الأيمن المعادلة الأولى اللي هي أ ب د قياس زاوية أ ب د بتساوي الطرف الأيمن المعادلة التانية اللي هي ه د ب هي الزاوية ه د ب، الزاوية دي يا شباب بتساوي دي، حتى كل واحدة عليها نقطة يبقى دي بتساوي دي. تعالوا نشتغل في المثلث ه ب د، في المثلث ه ب د الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، هكتبها تاني بما أن قياس زاوية دهية اللي ايه ه ب د، أنا بقولها في المثلث، قياس زاوية ه ب د بتساوي قياس زاوية دهية اللي ايه ه د ب. إذا احنا عارفين إذا لقينا زاويتين بيساوي بعض يبقى الضلعين المقابلين اللي بيساوي بعض، الزاوية دي الضلع المقابل ليه ده يا شباب، الزاوية دي الضلع المقابل ليها ده يا شباب، يبقى إذا ب ه بتساوي د ه، إذا ب ه بتساوي د ه، زاويتين بيساوي بعض يبقى الضلعين المقابلين لهم بيساوي بعض، يبقى على طول مثلث نواوي متساوي الساقين، إذا المثلث د، المثلث ده يا شباب اللي هو إيه ه ب د، ه ب د نوع إيه متساوي الساقين. لان لقيت في ضلعين بيساوي بعض، ولقيت ضلعين بيساوي بعض عرفت ازاي، لان في زاويتين بيساوي بعض،
زاويتين بيساوي بعض يبقى الضلعين المقابلين لهم بيساوي بعض، يبقى المثلث نوعه متساوي ساقين، وده المطلوب اللي هو عايزه. السؤال التاسع، ا ب ج مثلث فيه د تنتمي ل ب قطعة مستقيمة وه تنتمي ل ب ج قطعة مستقيمة، بحيث كان ب د بتساوي ب ه، فإذا كان د ه قطعة مستقيمة توازي ا ج قطعة مستقيمة، اثبت أن ا ب بتساوي ب ج. كلام حلو يا مستر. طب فين الرسم؟ ده المفروض أنا أرسم الرسم. طب افرض رسمت الرسم غلط، يبقى أكيد هحل المسألة غلط. ايه الكلام الكبير ده؟ سيبوكم الكلام ده يا شباب، تعالوا نمشي واحدة واحدة. هنرسم أي مثلث رسم تخيلي، بس حط د على القطعة المستقيمة ا ب وه على القطعة المستقيمة ب ج، بس لازم يتحقق الشرطين ده وده يا شباب. يبقى المفروض ترسم المسألة دي في ورقة خارجية مرة واتنين وتلاتة لما تتحقق من الشرطين. ماشي يا شباب؟ يبقى يا شباب ترسم الرسم مرتين تلاتة في ورقة خارجية، لأن دي لازم تكون الدقة فيه. د احطها على القطعة المستقيمة ل ب، و ه احطها على القطعة المستقيمة ب ج، بس يتحقق الشرطين ب د قد ب ه، و د ه بتوازي ا ج. طبعا يا شباب انا رسمتها عشان كده هرسمها على طول. هرسم اي مثلث رسم تخيلي، لو لاحظتوا هتلاحظ ان انا محدد نقط. ليه؟ عشان انا ارسمها عشان تطلع الرسمة صح. انت بقى عشان ما تلخبطش تعمل ايه؟ ترسم بتاع دي في ورقة خارجية مرتين تلاتة. أنا محدد نقط يا شباب علشان رسمة تطلع صح على طول. ده مثلث ألف ب ج، يبقى هنا ألف وهنا ب وهنا ج. ماشي يا شباب؟ قالك د تنتمي لألف ب، حط د هنا. ه تنتمي لبي جي، حط ه هنا. انا محدد نقطة يا شباب عشان ما بضحكش عليك، بس بيتحقق ب د بتساوي ب ه، فعلا ب د قد ب ه. حط هنا شرطتين وهنا شرطتين، ودال ه يوازي ا ج. لو وصلت دال ه هلاقيه فعلا يوازي ا ج. وصل دال ب فعلا هلاقيه يوازي ا ج. ليه؟ عشان انا محدد نقطة، ما بضحكش عليكم. اهو هلاقي ده بيوزي ده، حط هنا سهم وهنا سهم، يبقى المثلث ا ب ج د على القطعة المستقيمة ا ب ه على القطعة المستقيمة ب ج بيتحقق شرطين، ب د بتساوي ب ه، ود ه بيوزي ا ج. المعطيات كلها في الرسم يا شباب. عايز يثبت ان ا ب بتساوي ب ج، ا ب الخط ده قد ب ج الخط ده. هنمشي واحدة واحدة، تعالوا نستغل المثلث الصغير ب د ه. في المثلث ب د ه طبعا مدينا ب د بتساوي ب ه، اكتب بما ان ب د بتساوي ب ه، اذا ضلعين في المثلث بيساوي بعض يبقى زاويتي القاعدة بيساوي بعض. الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، حطيت عليها نقطة ب د الزاوية المقابلة لي ديت، ب ه الزاوية المقابلة لي، اقوم قال اذا قياس زاوية ديت اللي ايه ب د ه بتساوي قياس زاوية ديت اللي ايه ب ه د. ماشي يا شباب؟ اعمل دي رقم واحد دلوقتي، سيبك منها، يبقى دي بتساوي دي، عملتها رقم واحد. تعالوا نستغل التوازي. مش هو قالك د ه بيوازي ا ج، ده بيوازي دي، اكتب بما ان د ه قطعة مستقيمة توازي ا ج قطعة مستقيمة. اذا خدوا بالكم، ده وده على شكل حرف الاف مقلوبة يبقوا بيساوي بعض بالتناظر، برضو ده وده على شكل حرف الاف مقلوبة بيساوي بعض بالتناظر، يبقى اذا قياس زاوية دهيت بتساوي دي، ديت اللي هي ايه الف بتساوي قياس زاوية ديت اللي هي ب د ه، اكتب قصادها بالتناظر. طيب هنا برضو دي بتساوي دي، فاصل، دي اللي هي قياس زوجي بتساوي ديت اللي هي ايه ب ه د، قياس زاوية ب ه د،
اكتب وسطها بالتناسق. شايفين دي ودي؟ اعمل عليهم قوس واعملها رقم 2. يبقى انا استنتجت ان دي بتساوي دي، حط على دي نقطة، واستنتجت ان دي بتساوي دي، حط على دي نقطة. دي بتساوي دي بالتناظر، ودي بتساوي دي بالتناظر. في قاعدة مهمة لازم تعرفها، اللي بيساوي المتساوي بيكون متساوي. ديت بتساوي ديت، وديت بتساوي دي، لكن دي بتساوي دي، يبقى لازم دي بتساوي دي. اللي بيساوي المتساوي بيكون متساوي، حتى لو جيت هنا نقطة وهنا نقطة، أقوم جايل من 1 و2. إذن قياس زاوية دهيت اللي هي ألف هتساوي قياس زاوية دهيت اللي هي جي. هكتبها لكم بين قوس قاف، بس ما تعملهاش آخر الامتحان. اللي بيساوي المتساوي يكون متساوي، تنفع والله قصيدة. اللي بيساوي المتساوي بيكون متساوي. ديت بتساوي دي، ودي بتساوي دي، لكن دي بتساوي دي، يبقى اللي بيساوهم برضو بيساوي بعض. ماشي، دي بتساوي دي، ودي بتساوي دي، ولكن دي بتساوي دي، يبقى اللي بيساوهم بيساوي بعض. ليه؟ لأن اللي بيساوي المتساوي بيكون متساوي. قصيدة حلوة، وصلت ان دي بتساوي دي. تعالوا بقى نبص المثلث الكبير. في المثلث ألف ب ج، لقيت دي بتساوي دي، يبقى الضلعين المقابلين لهم في المثلث الكبير بيساوي بعض. الزاوية دي ايه الضلع المقابل لها في المثلث الكبير؟ ب ج. الزاوية دي ايه الضلع المقابل لها في المثلث الكبير؟ ألف ب. يبقى اذا ألف ب بتساوي ب ج. اذا ألف ب بتساوي ب ج، وده المطلوب يا شباب اللي هو عايزه. مش هو عايز يثبت ان ألف ب بتساوي ب ج؟ ايه رأيكم؟ خطوات منظمة واحدة واحدة. السؤال العاشر واخر مسألة يا شباب. ألف ب ج مثلث فيها ألف ب بتساوي ألف ج، ب د شعاع ينصف زاوية ألف ب ج، و ج د شعاع ينصف زاوية ألف ج ب. اثبت أن المثلث د ب ج متساوي ثقيل. ايه الحلاوة دي؟ طب فين الرسم يا مستر؟ المفروض ارسمها. طب افرض رسمتها غلط، يبقى اكيد هحلها غلط. سيبوكم الكلام ده، تعالوا واحدة واحدة. انا عايز ارسم بحيث ألف ب ضلعين بيساوي بعض. طب انا عايز ارسم رسم عشان ما اتلخبطش. انا هقول لكم طريقه سهله يا شباب. اعمل القاعده الاول وهات نصها، ولتكن القاعده طولها كام يا شباب؟ 10 سنتيمتر. اهي. طب نص العشرة كام؟ 5. يبقى عند 5 حط نقطه. اعمل المسطره الرأسيه عند نقطه المنتصف وحط نقطه عليها من فوق. وصل النقطة لفوق بالطرفين، يبقى هو ده مثلث متساوي الساقين. عرفتوا ازاي ترسم مثلث متساوي الساقين من غير ما تتعب خالص؟ اعمل اي قاعدة، انا فرضت انها 10، منتصف 5، احط المسطرة الرأسية من عند المنتصف واحدد نقطة فوق، يبقى انا كده رسمت المثلث متساوي الساقين. ده المثلث ايه يا شباب؟ ألف ب ج. ألف ب ج فعلا ألف ب بتساوي ألف جيم. ده هو جدي ده. حط هنا شرطتين وحط هنا شرطتين. ماشي، واضح من الرسمة. طب قال لك ب د شعاع ينصف زاوية ألف ب جيم، عايز أنصف الزاوية دي، حط نقطة في النص كده وتقريبا نص المسافة هنا تقريبا، وارسم شعاع، بس شعاع من عند النقطة دي. ماشي يا شباب، عملت ده منصف، يعني دي جد دي، حط هنا نقطة وهنا نقطة. طب ايه التاني؟ جيم د شعاع نصف زاوية ألف جيم ب، عايز انصف دي، حط برضو نقطة في المنتصف كده وتجريب، وارسم منصف. يبقى ده بنصف يا شباب، حط هنا اكس و
وحط هنا اكس. ماشي يا شباب؟ قال لك ب د و ج د، يبقى اضغطها في النقطه دي، حط هنا د. ماشي يا شباب؟ يبقى اضغطها في النقطه دي. عايز يثبت ان الدال ب ج من المثلث اللي تحت ده متساقين، هثبت ان الزاويتين بيساووا بعض، يبقى الضلعين مقابلين لهم بيساووا بعض، يبقى المثلث متساقين. ايه الحلاوه دي؟ هي بسهوله كده؟ ده مساله سودة طويله يا شباب، همشي واحده واحده يا شباب. تعالوا الاول هستغل ان ب د شعاع منصف، اكتب مين بما ان ب د شعاع ينصف زاويه ا ب ج. إذا بنصف يبقى هعمل زاويتين، بس أنا هاخد الزاوية اللي تحت ونص الزاوية كلها. ينصف يعني دي قد دي، بس أنا ممكن أقولها بطريقة تانية، الزاوية اللي تحت ونص الزاوية كلها. يبقى قياس الزاوية اللي تحت اللي هي إيه؟ ج ب د هتساوي نص قياس الزاوية كلها اللي هي إيه؟ أ ب ج. اعمل دي رقم واحد. ماشي. طب تعالوا الناحية التانية، ج د شعاع برضو منصف، اكتب من بما ان ج د شعاع ينصف زاوية د كلها أ ج ب أ ج ب. إذا الزاوية دي قد دي، بس أنا هاخد اللي تحت ده نص الزاوية كلها. إذا قياس الزاوية اللي تحت دي اللي هي ب ج د بتساوي نص قياس الزاوية كلها اللي هي ايه؟ أ ج ب. اعمل قصاد دي رقم اتنين. ماشي. يبقى من واحد لغاية الزاوية اللي تحت ده نص الزاوية كلها، من اتنين الزاوية اللي تحت ده نص الزاوية كلها. ماشي يا شباب؟ خدوا بالكم، واحد واتنين هحتاجهم دلوقتي. طب تعالوا في المثلث ألف ب ج، في المثلث ألف ب ج هو قال لنا ضلعين بيساووا بعض، ألف ب بتساوي ألف ج، اكتبوا من بما أن ألف ب بتساوي ألف ج. طب ضلعين بيساووا بعض، يبقى زاويتين القاعدة بيساووا بعض. الضلع ده إيه الزاوية المقابلة ليه ديت؟ الضلع ده إيه الزاوية المقابلة ليه ديت؟ أقوم قايل إذا قياس الزاوية دهيت اللي هي أ ب ج بتساوي قياس الزاوية دهيت اللي هي أ ج ب. يبقى دي بتساوي دي، وإحنا عارفين إذا لقينا زاويتين بيساووا بعض يبقى نصهم بيساووا بعض، يبقى نص دي هتساوي نص دي. حط دي قبل دي نص وحط قبل دي نص. أقوم قايل إذا نص قياس الزاوية دهيت اللي هي أ ب ج بتساوي، حط قبل دي نص، يبقى نص قياس الزاوية دهيت اللي هي أ ج ب. تاني يا شباب، زاويتين بيساووا بعض يبقى نصهم برضو بيساووا بعض. اعمل قصاد دي رقم تلاتة. زاويتين بيساووا بعض يبقى نصهم بيساووا بعض، حطيت هنا نص وحطيت هنا نص. طب من واحد واتنين وتلاتة، من واحد واتنين وتلاتة هعوض يا شباب. نص قياس زاوية أ ب ج اللي بيساويه، يعني لسه جاي نص قياس زاوية أ ب ج اللي بيساوي دي، يبقى هشيلها وأحط قياس زاوية ج ب د. إذا قياس زاوية ج ب د، شلت نص قياس زاوية أ ب ج وحطيت اللي بيساويه، بتساوي برضو شلت نص قياس زاوية أ ج ب وحط اللي بيساوي. نص قياس زاوية أ ج ب اللي بيساوي ديت يا شباب، يبقى شيل نص قياس زاوية أ ج ب وحط دي قياس زاوية ب ج د. قياس زاوية ب ج د، يبقى وصلت إن الزاوية دهيت اللي هي ج ب د دهيت هتساوي الزاوية دي اللي هي ب ج د. دي بتساوي دي. طب الزاويتين دول في المثلث اللي تحت، يقوم قايل في المثلث اللي تحت اللي هو د ب ج، د ب ج. إذا زاويتين بيساووا بعض يبقى الضلعين مقابلين لهم بيساووا بعض،
الزاوية دي ايه الضلع المقابل لها في المثلث اللي تحت ده اللي هو جيم دال. الزاوية دي ايه الضلع المقابل لها في المثلث اللي تحت ده اللي هو ب د. يبقى اذا ب د هتساوي جيم دال. اذا ب د هتساوي جيم دال. طب المثلث اللي تحت في الضلعين بيساوي بعض، يبقى نوع المثلث ايه؟ متساوي الساقين. اقوم قايل اذا المثلث اللي تحت اللي هو ده يا شباب د ب ج متساوي الساقين. مسألة طويلة يا شباب وعايزة تركيز، كل خطوة من دي عليها درجة، كل خطوة عليها درجة يا شباب، كل خطوة عليها درجة، خدوا بالكم من دي. بالتوفيق يا شباب إن شاء الله.